يرتبط بقلبي وفكري، أنا أفرغ أفكاري وعواطفي ووجداني داخل هذه الآلة اللي هي ترافقني من أكثر من 15 سنة كآلة بذاتها. أحس بيني وبينها عشق. أنا قبلها اقتنيت كمنجات كثيرة لما كنت في الخمس سنوات إلى قبل 15 سنة. آلتي أخذت من عندي جزء وأني أخذت من عندها جزء آخر، صرنا حبيبين. أشكيلها وتشكيلي أحبها كثير، وأحس كل أفكاري تطلع من خلال أصابعي على هذه الأوتار. اشتغلت هذا السيدي حتى أحقق ذاتي كعراقي، ثم كمؤلف موسيقي، ثم كعازف. كل فنان عراقي وعربي أن يكتب أي جملة لحنية تأتي في مخيلته وينتظر الوقت اللي يقدر يضعها على سيدي ثم يسمعها الجمهور. ألبوم تراثي في شهر 3 الفات مارش، ضمن عدة 7 أغاني تراثية جددناها مع عازفين كبار، سجلناها في دبي، وسجلت أغنيتين سينجل مع الفنان ألحان الفنان حاتم العراقي، وكلمات الأستاذ كاظم السعدي والأستاذ حازم جابر، والحمد لله نالت إعجاب الجمهور الألبوم التراثي والسينجل، السينجلات الاثنين. الأغنية هي أغنية متى تعودون، أخذت المراكز الأولى في عدة قنوات فضائية، والحمد لله. طبعا أول شيء فضل رب العالمين، وبعدين الفضل الجمهور العراقي والجمهور العربي، يعني أقدم أيضا شكري للجمهور العراقي والعربي. هي تتحدث عن الغربة. مدينة دلفت الهولندية، كانت معكم زينب طالب لبرنامج تراتشي الشرقية.